بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية باسم سيدات وسادة الوزراء أن أرحب بالصحفيات والصحفيين من كل وسائل الإعلام لتلبية الدعوة وتغطية الحدث. نظراً كون الوثيقة وثيقة البرنامج الوطني للإصلاحات تم توزيعها وتداولها في الفترة الأخيرة، نقترح كي نفسح مجالاً للتفاعل ولطرح الأسئلة أن نكتفي بتقديم ملخص لأهم محاور البرنامج الوطني للإصلاحات ومتابعة بشكل خاص الجزء الاستقرار الاقتصادي والمالي يتم تقديمه من طرف السيدات وسادة الوزراء. ولمزيد التفاصيل الوثيقة تكون موجودة في المواقع الاجتماعية للوزارات ولرئاسة الحكومة. اسمحوا لي في البداية كونه نستعرض الوضعية الاقتصادية اللي وجدتها الحكومة عند توليها المسؤولية في أكتوبر 2021. نسبة النمو كانت ضعيفة، تراوحت بين 1 و3% في العشرية الأخيرة، بلغت سلبي 8.7 في 2020 نتيجة لأزمة الكوفيد، نسبة غير كافية لخلق مواطن الشغل واستقطاب البطالة بحجمها الحالي. تزامن هذا الركود بعودة الضغوط التضخمية في تسارع متزايد في الأشهر الأخيرة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى خلال هذه الفترة إلى إخلال بالتوازنات المالية، إذ خلال كل هذه الفترة استوردنا أكثر مما صدرنا، مما أتى بعجز تجاري بلغ ذروته مينوس 10.8 في من الناتج الخام في سنة 2018، سلبي 10.8. كما فاقت مصاريف الدولة إيراداتها، إذ انجر عن هذا توسع غير مسبوق لعجز الميزانية ناهز حوالي 10% سلبي. نتج عن هذا العجز المزدوج الركود في الإطار التضخمي ستاغفلاسيون، منهم تداعيات سلبية على التوازنات المادية، وأدى إلى ارتفاع المديونية العمومية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 80% في موفى 2021، كما أدى إلى تراجع الترقيم السيادي لتونس فيتش تريبل سي وموديز سي آآ واحد. أمام حدة هذا الوضع ولاسترجاع التعافي الاقتصادي والمالي، انكبت هذه الحكومة منذ تحملها المسؤولية على تصميم وتنفيذ إصلاحات وطنية في مقاربة شمولية وتدريجية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع أسس متينة لنمو إدماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل، بأعداد مخطط تنمية 23-25 وبلورة رؤية تونس 2035. تصميم هذا البرنامج تم بالتشاور المستمر مع مختلف الأطراف الاجتماعية وباعتماد تمشي تشاركي ساهم فيه أكثر من 400 إطار سامي. يتم بناء هذا التمشي الإصلاحي على جملة من المبادئ والقيم، على رأسها تكريس ثقافة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع أطر للشفافية والثقة ومقاومة الفساد بكل أنواعه. الأهداف المنتظرة هي استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص، مساندة النشاط الاقتصادي، نجاعة الإدارة والمؤسسات العمومية في خدمة المواطن والاقتصاد، تنمية اجتماعية، اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات. محاور هذا الإصلاح الذي سيتم استعراضها من زميلات وزملاء الوزراء: تحرير مبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، دعم صلابة القطاع المالي، تطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي، تطوير الرقمنة، تثمين رأس مال بشري، دعم الإدماج الاقتصادي واستدامة التنمية. فيما يخص مناخ الأعمال، كما تعلمون تم الإعلان في أبريل الماضي عن حسمة من الإجراءات العاجلة تم إعدادها مع مختلف الهياكل والوزارات. تم إنجاز 13 إجراء على 43، 4 منها منجزة نهائيا و9 جاهزة للعرض على مجالس وزراء في الأسابيع القادمة. تونس اليوم مكبلة بإجراءات وقوانين معقدة وبالية
حان الوقت لتعديلها. كي نبقى في سباق الاستثمارات الدولية وكي نسترجع نسق النمو الضروري لخلق مواطن الشغل وخلق الثروة وتحسين إيرادات الدولة، لا بد من نقلة نوعية جريئة لاسترجاع ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين. ينكب حاليا 13 فريق عمل مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام لمراجعة وتقييم الإطار التشريعي للاستثمار بهدف تحديثه وتعصيره وتطوير هذه القوانين 50 سنة بعد قوانين 72. ستبسط هذه المراقبة وترقمن إجراءات المستثمر في كل مراحل المشاريع من إنشاء، نمو، تمويل، تجارة دولية وغيرها. كما نجدد التزام الحكومة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وبإغلاء جل التراخيص والإبقاء على القائمة السلبية حصرية قبل موفى 22. ومن أهم محاور تحسين مناخ الأعمال، ممكن ذكر العمل على توفير حوافز إضافية وبنية أفضل لباعثين المشاريع الشبان ستارتابر، وذلك بتطوير منظومة ستارتاب أكت، مراجعة مجلة الصرف التي صممت لعهد مضى، مراجعة وإبرام مواثيق تنافسية قطاعية متعددة، إقرار إطار تشريعي محفز لتطوير الخدمات اللوجستية وتطوير منظومة التصرف المواني، إرساء مسار رقمي موحد لفائدة المستثمرين. تقدمنا في تنفيذ عدد من هذه الإصلاحات، وعلى سبيل المثال حذفنا 25 ترخيص بمقتضى الأمر الرئاسي 317 سنة 2022. تم رصد 39 إجراء إصلاحي متعلق بتحسين القدرة التنافسية لقطاعات واعدة كمكونات السيارات ومكونات الطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الصيدلية والطاقات المتجددة. كما تم إطلاق الدليل الرقمي لإرشاد المستثمر والمنصة الرقمية للنفاذ إلى السوق التي وفرت قاعدة بيانات لأكثر من 200 كرة شروط تم جردها في فيفري 22. خلال الحملة الترويجية اللي قمت بها لمنتدى تونس للاستثمار في 23 جوان، كلما سألت سؤال لرجال الأعمال في أوروبا ما هي الميزة التنافسية لتونس، كان الرد دائما وأبدا القدرات البشرية والكفاءات للكوادر التونسية. في الفترة الأخيرة السيد وزير الصحة سيتوسع في هذه النقطة، تغلبنا على جائحة الكوفيد وشاهد لنا هذا كل بقية العالم. نحن بهذه الكفاءات قادرين على تصميم مناخ أعمال جديد وعصري يمكننا من الالتحاق بأهم الديستيناسيون، أهم التوجهات للاستثمار المحلي والأجنبي. يمكن لنا أن نتفائل بتحسن أرقام تصريح الاستثمارات اللي ارتفع في 29% إلى حد موفى أفريل، وبالرجوع النسبي لمؤشرات السياحة، وننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل. أحيل الكلمة إلى السيدة وزيرة المالية. المداخلة متاعي باش تكون على إصلاح المنظومة الجبائية والمنظومة المالية وكذلك كل ما يتعلق بالرقمنة. بالنسبة للجانب المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، المحاور تتعلق خاصة بتحسين قدرة الدولة على تحسين المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون إثقال الفاعلين الاقتصاديين. هذا باش يكون من معناها في إطار توسيع قاعدة الأداء، مجابهة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي. كذلك في إطار التوسيع إن شاء الله باش نقوموا بملائمة مداخيل رأس المال مع مداخيل العمل من خلال مراجعة جباية مداخيل رأس المال. سنقوم كذلك برقمنة إدارة الجباية وتيسير الخدمات بالنسبة للمطالبين بالأداء. وفي إطار إرساء نظام جبائي عادل وشفاف باش يكون هذا من خلال توحيد نسب الضريبة على الشركات،
يعني سيتم الإبقاء على نسبة 35%، لكن بالنسبة للنسب الأخرى أتوجه هو نحو إرساء نسبة وحيدة بالنسبة للضريبة على الشركات. سيتم مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص التابعين في اتجاه إرساء أكثر عدالة وتوزيع العبء الجبائي على مختلف شرائح الأشخاص التابعين. كذلك في إطار مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة سيتم تبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه التقليص في نسب الأداء على القيمة المضافة وترشيد الامتيازات في هذا الصدد وتحسين استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. كذلك سيتم إرساء نظام جبائي موحد للاقتصاد المستدام والشامل والاقتصاد الأخضر من خلال مراجعة بعض المعاليم المستوجبة على الأنشطة الملوثة وإرساء معلوم وحيد يتعلق بالمعلومة على الكربون. هذا بالطبيعة ما ننساوش اللي احنا في إطار قانون المالية لسنة 2022، يعني كان القانون المالية كما تعرفوا هو إشارة انطلاق لهذه الإصلاحات، واحنا في إطار قانون المالية بدينا بترشيد الامتيازات الجبائية وعملنا برشا إجراءات في إطار معناها التشجيع على الرقمنة وكذلك في إطار التقليص من النفقات الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء. على مستوى المحور الموالي المتعلق بتدعيم الأسس المالية للقطاع المالي والبنكي، في هذا الإطار باش يتم معالجة إشكالية الديون المصنفة وتحسين مناخ استخلاص الديون بالنسبة للبنوك وكذلك إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية والمالية وتكوين قضاة في الاختصاص هذا. كذلك باش يتم مواصلة الإصلاحات قصد الملائمة مع المعايير الدولية بالنسبة للسوق المالية من خلال مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية لأسواق رأس المال. باش يتم زادة مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ للتمويلات وسيتم كذلك دعم وتحسين عرض الخدمات المالية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين باش يكون هذا من خلال دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، دعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي، وباش يتم كذلك دعم سلطات رقابة التمويل الصغير. باش يتم كذلك إحداث مجلس وطني للدفعات ودعم الحوكمة الاستراتيجية لدعم الإدماج المالي من خلال إحداث المجلس الوطني للإدماج المالي. في نفس الاتجاه وفي إطار تطوير الأنظمة أنظمة الدفع الإلكتروني باش يتم تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لمزيد تأثير أنشطة إسداء الدفع الإلكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصة، تعزيز رقمنة الدفعات الحكومية بصياغة منظومة متكاملة ومجمعة لرقمنة مختلف الدفعات، تنويع خدمات وسائل الدفع الإلكتروني والضغط على العمولات المستوجبة على عمليات الدفع الإلكتروني. كذلك باش يتم تعزيز التعاون بين مختلف سلط الرقابة في هذا الإطار. هنا نجم نعلن اللي باش إن شاء الله باش يتم معناها انطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول، وهذا باش يكون قبل موفى جوان 2022، وباش يتم كذلك إطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص فواتير المؤسسات العمومية، وهذا كيف إن شاء الله باش يكون قبل جوان 2022. كما قلنا باقي نرجعوا للانطلاق معناها لمحاور الإصلاح والإطار التشريعي اللي بدأ في الانطلاق هذايا هو قانون مالية 2022،
وتم كما تعرفوا معناها التنصيص على عدة إجراءات تتعلق بالتشجيع على استعمال الوسائل الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وكان هذاك على مستوى حتى منح امتيازات في قانون المالية يعفي الامتياز هذايا يتعلق بإعفاء العمولات المستوجبة في الدفعات الإلكترونية من الأداء على القيمة المضافة وإرساء هيكلة وإعادة هيكلة شركات نقدية تونس. كذلك نجم نقولوا اللي لحد الآن تم منح يعني موافقات مبدئية لستة مؤسسات دفع في هذا الإطار، وسيتم إطلاق منصة عليسة وهي منصة حديثة لتسوية الدفعات بين البنوك. بالنسبة للمؤسسات العمومية، المحاور الإصلاح المتعلقة بالمؤسسات العمومية تتعلق ببلورة رؤية استراتيجية لدور الدولة في المؤسسات العمومية، باش يتم كذلك ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية مع البدء في عمليات تدقيق المؤسسات من خلال توظيف مكاتب تدقيق لهذا الغرض وإعداد برامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية. وهنا نجم نذكر في هذا الصدد اللي العملية هذه المتعلقة بالمقاصة بالنسبة للديون المتقاطعة بين الدولة والمؤسسات العمومية احنا بدينا فيها وبدينا على مستوى مؤسستين عموميتين، وتم معناها انجاز هذا الإجراء. كذلك بالنسبة للمؤسسات العمومية راهو باش يتم معناها إعداد برنامج يتعلق بإعادة الهيكلة وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي. كنقولوا نظام قانوني والتنظيمي يعني الأمر يتعلق بهيكلة للمساهمات، مساهمة المؤسسات العمومية، وكذلك عقود الأداء يعني ربط معناها أنشطة المؤسسات العمومية بعقود الأداء لهذه المؤسسات، وكذلك التأكيد على الشفافية وعلى المساءلة. معناها نجم نقولوا في هذا الصدد بالنسبه للمؤسسات العموميه فما تقدم الحقيقه معناها بدينا فيه احنا منذ معناها بدا معناها وانتصاب هذه الحكومه، يعني خدمنا على المؤسسات العموميه وتم معناها انجاز عده انجازات في هذا الصدد تتعلق خاصه باصدار عده اوامر ومراسيم تدعم تحسين الحوكمة وتدعم مسألة تداين المؤسسات العمومية، وهذا الكل كان معناها في إطار عدة نصوص تم إصدارها منذ معناها بدأ عمل الحكومة هذه. بالنسبة للوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة، أنا نجم هنا نبدأ بالكلمة اللي جات يعني في كلمة السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للشغل، اللي قالت فيه إنه إصلاح الوظيفة العمومية يرتكز على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية، والحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها المالية العمومية واستدامة الدين العمومي. هنا بالنسبة للوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة باش يتم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية وتطوير التصرف في الموارد البشرية
من خلال دعم التنقل الوظيفي، إقرار العمل عن بعد، وضع برامج للتصرف التقديري في الوظائف، مراجعة آليات تقييم الأداء، التمديد في العطلة لبعض مؤسسة، وتطوير منظومة المعلومات للموارد البشرية. وهنا نحب كيف نقول راهو كيف هذايا البرنامج هذايا احنا بدينا فيه، وكان هذايا مكرس في الإطار القانوني اللي تعرفوه اللي هو قانون المالية 2022 بالنسبة لتحديث الوظيفة العمومية، وتم ترشيد الزيادات في الأجور، ترشيد الانتدابات، معناها اعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وتمديد في العطلة لبعض مؤسسة، وكما تم إصدار بعض الأوامر في هذا الصدد، وكانت هذايا أمر يتعلق بالتنقل الوظيفي وأمر آخر يتعلق بالعمل عن بعد، وكل هذا كان في إطار انطلاق الإصلاحات بالنسبة للوظيفة العمومية. إذن أنا نجم أقول هذوما يعني النقاط الكبرى في برنامج الإصلاحات، لكن الوثيقة متوفرة عندكم، ومن خلال الأسئلة متاعكم إن شاء الله تو برشا توضيحات نشوفوها مع بعضنا، وشكرا. أنا التدخل متاعي باش يكون في إطار تكريس المنافسة النزيهة ومراجعة منظومة الدعم واللي هي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى. نبدأ بتكريس المنافسة النزيهة واللي هي عنصر أساسي في مجال الإصلاحات الكبرى. تعزيز المنافسة وتطويرها هي من الآليات الأساسية لتطوير مناخ أعمال وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وكذلك لخلق مواطن شغل. لكن في نفس الوقت باش نطوروا المنافسة في السوق يلزم نحفوا كل العراقيل والعوائق اللي تحد من المنافسة النزيهة. وفي هذا الإطار حكى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على حذف التراخيص وعديد العوائق اللي هي تحد من المنافسة في اتجاه تطويرها وخلق مناخ تنافسي يجذب الاستثمار الداخلي والخارجي. احنا في المجال هذا يزد نجم ندخل للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات اللي تخل بالسير العادي للسوق وتكافح كل مظاهر المضاربة والاحتكار. وفي هذا الإطار تم العمل على ثلاث محاور، أولها تطوير الإطار التشريعي وترتيبي للمؤسسات المراقبة الاقتصادية بما يمكن من ضمان مكافحة للناجعة للممارسات والمضاربات والاحتكار، تنفيذ مخطط رقابي مشترك بين مختلف الأسلاك الرقابية التابعة لمختلف الوزارات، يستهدف كل الأسواق وكل القطاعات، ويرمي إلى إحداث إلى التصدي للممارسات الاحتكارية، وكذلك إلى إجراء أبحاث قطاعية معمقة وتنرجع لهم بعد الأبحاث هذه، رقمنة مسالك توزيع كل المنتجات وكل الأسواق خاصة المواد الأساسية وحوكمتها وضمان شفافيتها. الأهداف هذه كلها معناها ترمي إلى تحسين النفاذ إلى الأسواق وتدعيم سيرها التنافسي وتفكيك وضعيات الاحتكار وإرساء منافسة نزيهة وشفافة وممارسات عادلة، وكذلك حماية القدرة الشرائية للمستهلك التونسي والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني عبر التصدي للتهريب. ما تم إنجازه في الإطار هذا على المستوى التشريعي، تم إصدار المرسوم عدد 14 واللي هو يرمي إلى مقاومة المضاربة غير مشروعة، والمرسوم هذا مكننا من مكافحة الممارسات الاحتكارية والمضاربة وتعزيز صلاحية عون المراقبة وتشديد العقوبات على المضاربين وضمان الردع ومكافحة خاصة الاحتكار والتهريب، لتأمين كذلك مراقبة فعلة وأعطاء كذلك مختلف القطاعات والأسواق والممارسات، وأمن كذلك فما مناشير عديدة تم إصدارها بالاشتراك مع مختلف الوزارات والقطاعات المعنية لضمان مراقبة مشتركة اللي هي مكنت من التصدي للممارسات والمضاربة في عديد القطاعات.
ما هو بصدد الإنجاز؟ نحن بصدد استكمال مشروع مرسوم يتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري. المنشور المرسوم هذا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع هذا، المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، وكذلك يضبط التزامات وحقوق مختلف الأطراف والمتعاملين، ويضمن كذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. مرسوم ثاني هو يتعلق بمراجعة قانون المنافسة والأسعار ليعكس ملائمة المستجدات في القطاع وفي الممارسات، ويراعي شفافية ونزاهة المعاملات، ويكون ملائم للتشريعات الموجودة في البلدان الشريكة لتونس. مشروع ثاني يتعلق بأمر رئاسي في مجال توزيع الأعلاف للتصدي للاحتكار في المجال هذايا، ومشروع آخر في مجال توزيع المواد المدعمة. على المستوى الرقابي تم تطوير العمل الرقابي، خاصة الرقابي المشترك أو المعمق، تعزيز العمل هذا وتجديد العقوبات على المخالفين. تم استصدار 1000 عقوبة إدارية، وكذلك تم تمكن من رفع قرابة 45 مخالفة اقتصادية. 14000 مخالفة كانت في مجال الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة. قضايا تتعلق بالمنافسة، تم رفع 7 قضايا لدى مجلس المنافسة. تطور الكميات المحجوزة من كل المواد، وخاصة عفوا المنتجات الفلاحية، المواد الغذائية، وخاصة المواد المدعمة اللي ارتفع الحجم متاع المحجوزات فيها إلى 83%، وكذلك المواد الأخرى من المواد العلفية ومواد البناء وغيرها من المواد، مثل المواد خاصة التبغ. كذلك الكميات كانت كبيرة. المنجز وما سيتم إنجازه في خصوص الرقمنة هو نحن بصدد استكمال تطبيقة إعلامية في مجال توزيع الأعلاف، لكن أنجزنا تطبيقات إعلامية منذ 2018 وتم استكمالها في مجال توزيع الفرينة بصنفيها، الفرينة المخصصة للخبز والفرينة الرفيعة، وكذلك السميد والعجين الغذائي والكسكسي وزيت النباتي المدعم، وكذلك ثم تطبيقة أخرى هي للزيت النباتي المدعم، وتطبيقة أخرى بالنسبة للمراقبة الاقتصادية. هذا ما تم إنجازه في مجال تكريس المنافسة النزيهة. بخصوص إصلاح منظومة الدعم، هو محور هام ويندرج ضمن الإصلاحات الكبرى. المراجعة هذه تتم في إطار ارتفاع هام لكلفة الدعم، وتفاقم الممارسات الاحتكارية، والتلاعب بالمواد المدعمة، والإثراء غير المشروع في الاتجار في المواد هذه واستغلالها في غير أغراضها، وكذلك حاجة مهمة جدا هي تهريب المواد المدعمة من تونس إلى البلدان المجاورة، نظرا لتدني مستوى أسعار في تونس وعدم وجود دعم في البلدان المجاورة. للتذكير، كلفة الدعم بالنسبة لسنة 2022 منتظر باش توصل إلى 4200 مليون دينار، مقابل 3200 بالنسبة لسنة 2021، ومقابل 730 مليون دينار لسنة 2010. ال 4200 مليون دينار بالنسبة لسنة 2022 هم يمثلوا 3.3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل في 2010 730 كانت تمثل 1% من الناتج الداخلي الخام. ال 4200 مليون هذوما يمثلوا أكثر من نصف الاعتمادات المرسمة والمخصصة للاستثمار. ال 4200 مليون دينار المنتظرة باش نصرفوها في سنة 2022 بعنوان كلفة دعم المواد الأساسية، هذه راهي تمثل معناها الاعتمادات ميزانية وزارة الصحة وزارة التشغيل مجتمعة. معناها شوفوا الحجم الكبير من الدعم هذا اللي هو ماشي كما قلت في جزء كبير منه يوصل حتى للثلث في الاحتكار وفي التهريب وفي التبذير. عوامل الارتفاع اللي أدت الارتفاع كلفة الدعم هي عديدة، وخاصة زادتها حدة هي الأزمة الروسية الأوكرانية بارتفاع الأسعار، واللي وصل الدعم وصلت الأسعار معنى ارتفاع في القمح وصل من 30 إلى 50% أسعار القمح، الزيت النباتي كيف وصل أكثر من 50%، وزادتها حدة هو ارتفاع كلفة الشحن اللي هي ضعفت 6 مرات، وكذلك تراجع سعر الدينار. وتعرفوا الكلفة هذه متاع الدعم خاصة في المواد اللي نحن نوردوها ونتسميه امبورتاتورنيت، خاصة في القمح اللين وفي الزيت النباتي. احنا كلفة الدعم هي في مجملها ما بين حبوب وزيت، واللي هما يمثلوا 87%
معنى هذه المواد الأساسية اللي تمثل 87% من كلفة الدعم هي حبوب ومشتقاتها بالطبيعة وزيت نباتي. وبالتالي التلاعب والتهريب يمثلان قرابة الثلث كما قلت من الميزانية هذه. المراجعة ولا تعديل منظومة الدعم راهي ماهيش ترمي إلى التخلي على نظام الدعم، المراجعة هذه ترمي إلى الحفاظ على سياسة الدعم اللي هي مكسب اجتماعي يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو مبدأ كمبدأ اجتماعي. لن يتم التخلي عن منظومة الدعم وسيعتمد برنامج لاستهداف الدعم وتوجيه إلى مستحقيه من العائلات المعزة والفقيرة وكذلك العائلات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل. البرنامج يمتد على 4 سنوات، بدينا توا في الإجراءات سنة 2022، مش نبدأ البرنامج في سنة 23، ليمتد على 4 سنوات من 23 ل 26، وسيتم فيه الانتقال من نظام دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل وبمنح تحويلات نقدية لفائدة المستفيدين. يتمثل البرنامج في إرساء منظومة عادلة للدعم تستهدف كما قلت الفئات المعزة ومحدودة ومتوسطة الدخل بإحداث منصة رقمية لتسجيل المستفيدين تستوعب كل المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي وتفتح باب التسجيل للطبقات الاجتماعية الأخرى بصرف تحويلات نقدية كما قلت بقيمة مراجعة الأسعار اللي هي بتكون تدريجية على 4 سنوات، أي قبل الشروع في تنفيذ البرنامج إن شاء الله في موافق 22 مش يبدأ نظام التحويلات قبل التعديل التدريجي للأسعار. ما تم إنجازه بلغنا مرحلة متقدمة في تصميم منصة رقمية للتسجيل، تقدمنا في تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية هي باش تعنى بالتسجيل وبالتحويلات، ووضعنا خطة اتصالية متكاملة نتوجه فيها للمواطن حول ضرورة مراجعة أو تعديل منظومة الدعم للتأكيد على التمسك بسياسة الدعم كمكسب اجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضرورة مراجعتها للقضاء على التلاعب بالمواد المدعمة وتبذيرها وخاصة مكافحة تهريب المواد المدعمة وضمان استهداف المواطنين وتوجيه الدعم للمواطن والعائلة دون سواها عبر تحويلات نقدية. النتائج المنتظرة هي إرساء منظومة عادلة للدعم وحوكمتها لاستهداف العائلات المعزة محدودة الدخل ومتوسطة الدخل وترشيد استهلاك المواد المدعمة، الحد من التلاعب بها، الحد من احتكارها والتصدي للتهريب والقضاء عليه وتوظيف مجدي للموارد العمومية للدعم والمقاومة ومقاومة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر نظام تحويلات نقدية مباشرة لفائدة العائلات. وشكرا. مر الكلمة إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية. بالنسبة للقطاع الفلاحي، أولا تم إقرار إجراءات لتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، هو أولا تزويد السوق بالحبوب بطريقة استباقية وبأسعار تفاضلية وضمان انتظام التزويد، كذلك تزويد البلاد من القمح اللين في إطار صفقات عن طريق التفاوض المباشر وبأسعار تفاضلية أيضا، وزيادة في نسق تزويد المطاحن بنسبة 10% منذ شهر أبريل. هذا ما تم بالنسبة لتداعيات الحرب. كذلك محاور كبرى لإصلاح منظومة الحبوب هو برنامج اكتفاء ذاتي من مادة قمح الصلب، أي هدف 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم 23، ترفيع أولا في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج بزيادة حوالي 50% بالنسبة للموسم الفارض، التوسع في المساحات تقريبا 800,000 هكتار مقابل معدل 600,000، توفير بذور الحبوب الممتازة في حدود 450,000 قنطار زيادة هامة، والرفع في طاقة مخابر التحليل على المستوى المركزي والجهوي، أيضا ضمان التزويد من الأسمدة الكيميائية وخاصة مادة الأمونيتر
ب 250 ألف طن لمونيتر بالنسبة للسنة القادمة. أيضاً تكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين هام جداً، وتطوير طاقة الخزن للحبوب. كذلك إجراءات أفقية تستهدف المنظومات ككل، هو أولاً التفرغ التام للمرشدين وإعفائهم من ملف الأعلاف المدعمة. أيضاً إحداث سلك خصوصي للمرشدين الفلاحين والرفع من عدد المرشدين. كذلك دعم آليات التمويل، التمويل الصغير والتمويل الموسمي، والانطلاق في دراسة لتوظيف الأمثل للأراضي الدولية. وأخيراً بالنسبة للإجراءات الأفقية هي مكافحة الصيد العشوائي وتنظيم منظومات التن الأحمر والسمك الأزرق. كذلك إنتاج 25 ألف طن من بذور بطاطا محلية مثبتة، تم تخصيص 5 ضيعات دولية لإنتاج والإكثار. كذلك تم تخصيص 2.5 مليون دينار لتأهيل محطات تجارب لهذا المشروع. أيضا برنامج الحد من آثار الجفاف في بعض الولايات خاصة على الزيتين، تم اقتراح إنجاز برنامج تدخل جهوي لإنقاذ الأصول في صورة تواصل الجفاف، يرتكز على إقرار برنامج ري تكميلي، مداوات والقيام بعملية تحسيسية. على المستوى التشريعي إصدار 30 نص قانونيا يتعلق بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية، التبسيط إجراءات دفع وتصدير زيت الزيتون، تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع عمومية، ومشاريع إصلاح زراعي وتهيئة عقارية. في الأخير بعض الأرقام بالنسبة للقطاع، ارتفع في نسبة نمو القطاع الفلاحي ب 3.3% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بالسنة 21. تقديرات إنتاج الحبوب بالنسبة للسنة بالموسم الحالي هو ب 18 مليون قنطار، أي بنسبة نمو ب 10% بالنسبة للسنة الفارطة. نسبة نمو الصادرات الفلاحية الغذائية خلال الأربع أشهر الأولى تقدر بحوالي 27% مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة. ونسبة نمو الواردات الفلاحية والغذائية خلال الأربع أشهر الأولى تقدر ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة. وأخيرا نسبة نمو الاستثمارات الفلاحية المصادق من طرف الوكالة الاستثمار خلال الأربع أشهر الأولى مقارنة بالسنة الماضية ب 120% زيادة، وتقريبا 140 مليون دينار. مع الشكر أحيل الكلمة إلى السيدة وزيرة الصناعة. صباح الخير ناس كل، مرحبا بكم. كيف كيف نضم صوتي باش نرحب بكافة الحضور والإعلاميين والإعلاميات. أنا في البداية نحب نقول للمضيف في تحقيق كل هذه الأهداف، سواء على مستوى المواد الأساسية أو النمو الاقتصادي، لابد من الطاقة، بلاش طاقة ما نجموش نقدم. لذلك وفي إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي اللي هو جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاحات الهيكلية الكل، واللي انطلقنا فيه في الباب هذا في إصلاح منظومة المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي. اليوم ما نجموش نحكيو على إصلاح منظومة وننساو بعد هام هو بعد الانتقال الطاقي، خاصة في الظل هذا. وفي هذا الأساس نعتمد في مقاربة مبنية على ثلاثة أبعاد: قوامها الأمن الطاقي، الإنصاف الطاقي والحوكمة، والتنمية المستدامة. وفقط للتذكير، بلغ العجز الطاقي في تونس 48% سنة 2021 مقابل 10% سنة 2010. وفي المقابل
تطور حجم الاستهلاك استهلاكنا من الطاقة والمواد الطاقية بأكثر من 40% خلال نفس الفترة. هذا أدى عجز معناها تفاقم على مستوى العجز التجاري، أثقل كاهل الميزانية الدولة، وأثر على التوازنات المالية للمؤسسات العمومية، وبالتالي أصبح من الضروري مراجعة منظومة الدعم. وزاد هذا الوضع حدة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لاحظنا، تعرفوه الناس كل تتابعوا فيه يوميا، ارتفاع في أسعار النفط الخام وارتفاع في أسعار المواد النفطية. كذلك لاحظنا ندرة كبيرة في المواد واضطرابات في الإمدادات، خاصة في مواد كما الغزوال اللي هو أكثر من 70% نعتمدوه في وسائل النقل العمومي، ومادة الكيروزان للطائرات. لذلك تتمثل المحاور الكبرى في كما قلت في برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، واللي بطبيعة انطلقنا في تنفيذها منذ بداية معناها السنة في بعض المجالات، في خاصة المحور الأول اللي نشتغل عليه هو مبدأ التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات، وفي هذا الإطار المبدأ هو تعديل آلي للأسعار، وانطلقنا في ذلك منذ بداية هذه السنة. المبدأ الثاني هو تحرير توريد المواد البترولية. وقتاش باش يتم التحرير هذا؟ يتم حالة بلوغة حقيقة الأسعار، لكن هوني نحب نأكدوا أنه معناها بلوغ الحقيقة هذه باش يكون بالتوازي مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير، خاصة في تأمين التزود الاستراتيجي وتطوير طاقات الخزن. المحور الثالث هو مراقبة مسالك توزيع، خاصة توزيع قوارير الغاز البترول المسال، وقد تم في إطار التنفيذ اعتماد إطار قانوني لمعناها مزيد مراقبة هذه المسالك، والهدف هو أنه الانطلاق في مراجعة تدريجية لأسعار قوارير غاز البترول المسال المعدة، ونحن نأكد المعدة للاستهلاك المنزلي، بداية من سنة 23 لبلوغ حقيقة الأسعار في أفق 2026. وبالطبيعة هذا باش يتم كما ذكرت السيدة وزيرة التجارة في إطار مقاربة سياسة ترشيد وتوجيه الدعم نحو إجراءات مساندة سيتم اعتمادها من خلال برامج التحويلات المالية التي سيتم وضعها في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية. المحور الرابع هو التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز. كيف هوني التمشي هو باش يتم موازاة مع مراعاة الفئات الضعيفة، وبالتالي نعمل على إعداد إجراءات مرافقة وخاصة برامج تعنى بالانتقال الطاقي. وفي إطار تنفيذ التوجه هذا تم تعديل جزئي خلال الأسابيع الفارطة، كيف أخذنا بعين الاعتبار مبادئ اللي قلت عليهم سابقا، وباعتبار انه التعديل هذا لم يشمل 85% من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذين لا يفوق استهلاكهم 200 كيلوات ساعة في الشهر. فقط نفتح قوس باش نذكر انه تونس من اكبر الدول المدعمة للمواد البترولية، حيث ان سعر لتر البنزين كان ناخذه شهر ماي 2022 هو يصنف ضمن الأسعار المعتمدة من قبل البلدان المنتجة للنفط. محور أخير في النقطة هذه ونشتغل عليه كذلك هو ترشيد استهلاك المواد الطاقية، وذلك من خلال اعتماد برامج مساندة لتحقيق النجاعة الطاقية، سواء على مستوى ترشيد النقل أو صيانة الأساطيل، وكذلك مرافقة خصوصية للعائلات وللمتعاملين الاقتصاديين. أما فيما يتعلق بالباب الثاني وهو الانتقال الطاقي، والهدف منه هو تأمين إن شاء الله الاستقلالية الوطنية للطاقة، فتتمثل الأهداف المرسومة في بلوغ 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 35،
وكذلك التقليص بنسبة 30% من الطلب على الطاقة. ولبلوغ هذه الأهداف تتمحور المحاور الكبرى في إطار كما قلت برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، أولاً في التسريع في برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما قلت ببلوغ هدف 35% في أفق 2030 باستثمار جملي يفوق 10 مليار دينار. وفي هذا الباب قمنا بالمصادقة، والحكومة صادقت على برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للفترة 2022-2025. الهدف منه هو توضيح الرؤية للمستثمرين، خلق تنافسية ومزيد استقطاب الاستثمار، ونعمل باش يكون إن شاء الله طلب عروض باش يهم 2000 ميجاوات وباش يتم الإعلان عنه مع نهاية شهر جوان 2022. المحور الثاني اللي نشتغل عليه هو إصلاح منظومة تشريعية والاتجاه نحو رقمنة القطاع وتبسيط الإجراءات، والهدف من هذا هو تقليص أجال التنفيذ ومزيد الشفافية، واللي هما كما ريتوا من العناصر القارة في العمل بتاع الحكومة. محور رابع هو بعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء، وذلك لمزيد حوكمة القطاع وتدعيم دوره التحكيمي ريجولاتور. محور خامس وضع برنامج شامل لتأهيل المنظومة الكهربية باش نجم اترافق الإجراء والتسريع في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهذا من خلال إدماج الخزن الكهربائي، تفعيل الرهبط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة ما الجزائر موجود لكن نحاول ندعموه أكثر مع ليبيا، تسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا، وهذا من شأنه أن يزيد من إدماج الطاقات المتجددة وخلق سوق كهربائية تربطنا مع الاتحاد الأوروبي. محور آخر نشتغل عليه هو تدعيم التنقل الكهربائي لموبيليتي إلكتريك، وذلك من خلال وضع إطار تحفيزي وتشريعي ملائم لإدماج السيارات الكهربائية، وضع آليات لتشجيع الشحن الكهربائي عن طريق الطاقات المتجددة، والهدف كما قلت هو استبدال استعمال المواد البترولية بالطاقة متجددة. محور كبير كذلك في إطار البرنامج هذا هو تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإحنا بصدد وضع إطار تشريعي ملائم لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سواء للسوق المحلية أو للتصدير، وانطلقنا في إنجاز مشروع نموذجي. الهدف هو تلبية حاجياتنا خاصة بالنسبة للأمونيا الخضراء، ونطمح إن شاء الله باش تكون تونس في إطار بلد مصدرة للأسمدة الخضراء. محور أخير تحسين النجاعة في استعمال الطاقة من خلال وضع إطار تشريعي وتفعيل ودعم تدخلات صندوق الانتقال الطاقي وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص. من الانتقال الطاقي إلى الانتقال الرقمي، والكلمة للسيد وزير تكنولوجيا الاتصال لتقديم برنامج تعزيز الرقمنة. شكرا سيد الوزير. دونك صباح الخير الناس الكل. كما لاحظتوا كلمة الرقمنة ومجال الرقمنة متعاودت في المداخلات الكل ومتكرر برشا مرات في معناها العرض اللي وقع نشره مؤخرا. أنا في التدخل متاعي باش نكتفي بالإجراءات والمشاريع الأفقية اللي تشمل جميع القطاعات اللي تتمحور ومقسمة على ثمانية محاور أساسية. المحور الأولاني هو مراجعة الإطار التشريعي للرقمنة وحوكمة القطاع، وهوني بالأساس النصوص المنظمة القطاع هي نصوص مشتتة وإلا نصوص منقوصة وإلا نصوص غير محينة لا تتلائم مع التطورات التكنولوجية. هوني عنا زوز مشاريع احنا انطلقنا فيهم، إعداد المجلة الرقمية وتحيين مجلة الاتصالات اللي هي مجلة قديمة. دونك هذا المحور الأول اللي يعني المجال مراجعة الإطار التشريعي وحوكمة القطاع. المحور الثاني هو الإدماج الاجتماعي اللي فيه زوز جوانب، الإدماج الرقمي والإدماج المالي. هوني باش نذكر زوز أهم مشاريع. اطلقنا في إعداد الهوية الرقمية على الجوال. الهوية الرقمية على الجوال باش تمكننا من التعرف على من هوية المواطن في الخدمات والمنصات على الخط بطريقة موحدة،
وتمكن المواطن من الامضاء الالكتروني. آلية الامضاء الالكتروني هي الآلية الوحيدة اللي بتسمح لنا في نهار اخر نتخلاو على التعريف بالامضاء. دونك هذه الآلية البديلة. دونك الموبايل اي دي ولا الهوية الرقمية على الجوال انطلقنا فيه مع مشغلي الاتصالات، وهو باش يمكننا من التعريف بطريقة موحدة من هوية المواطن في الخدمات على الخط، وتمكين المواطن من الامضاء الالكتروني اللي باش يخلينا نتخلاو على التعريف بالامضاء. المشروع الثاني اللي هو وقع ذكره، البنك المركزي اعطى مؤخرا ترخيص لمشغلي الاتصالات لانطلاق في خدمه الموبايل بيمنت من الدفع الالكتروني عبر الهاتف الجوال، اللي ان شاء الله باش يشمل 70% من المواطنين التونسيين اللي ما عندهمش اليات دفع وخلاص الكتروني. المحور الثالث اللي هو مهم جدا، تطوير البنيه التحتيه الرقميه اللي هي فيها زوج جوانب، جانب الشبكات وجانب الايواء. بالنسبة للجانب الشبكات، انتهينا مؤخرا من إنجاز مشروع تغطية المناطق البيضاء الذي شمل 94 عمادة، 164 مؤسسة تربوية، 59 مركز صحة أساسي، وشمل 180 ألف مواطن. تقدمنا زادة في إنجاز مشروع تركيز شبكة الألياف البصرية لربط قرابة 3400 مؤسسة تربوية في مرحلة أولى، ومن بعد الشبكة هذه بشقة توسيعها لربط دور الثقافة ودور الشباب والمستوصفات وغيرها من المؤسسات العمومية. فما مشروع زاد تقدمنا فيه هو الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت السادس. احنا في استعمال الاي بي في 6 حاليا 0%، نطمحوا من الاخر السنه ولا بدايه السنه الجايه نوصلوا لنسبه 7-8% في الانتقال للنسخه السادسه من بروتوكول الانترنت. الجانب الثاني المهم في تطوير البنيه التحتيه هو تطوير قدره ايواء المراكز الاعلاميه القطاعيه ووضع استراتيجيه وطنيه للحوسبه السحابيه. هذا مهم علاش؟ خاطر باش يمكننا من تنظيم طريقه ايواء قواعد البيانات والمنظومات الوطنية، تنظيمها وتأمينها وما نخليوهاش تكون مأوية خارج حدود الوطن، وهذا مهم للسيادة الرقمية. المحور الرابع هو التحول الرقمي للإدارة والإي جوفرمنت. هوني من أهم المشاريع اللي عنا قمنا بتطوير خدمة الترابط البيني بين المؤسسات العمومية، وربطنا 27 مؤسسة بالمركز الوطني للإعلامية، وقدمنا 60 خدمة ترابط بيني. شنو هو الترابط البيني هذا؟ باش يخلينا نقلصوا في عدد الوثائق اللي يطلبوها من المواطن، الولي الوثيقة إدارة تطلبها من عند إدارة، ما عادش المواطن هو نسلمه الوثيقة باش يمشي يسلمها الإدارة أخرى. دونك هذا الهدف الأساسي من الترابط البيني. دونك ربطنا 27 مؤسسة عمومية بالمركز الوطني للإعلامية، وفرنا 60 خدمة للمؤسسات العمومية للتقليص من عدد الوثائق اللي نطلبها من المواطنين. فما مشروع ثاني ما يقلش أهمية هو تعميم الأختام المرئية على الوثائق الإدارية، كيما الختم المرئي اللي حطيناه على الباس فاكسينال. هو الأختام المرئية حاليا نطوروا فيها مع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، هي خدمة تسمح لنا باش نحطوا اثبات مرئي على الوثائق يعوض الامضاءات الطابع الكلاسيكي والامضاءات اليدويه. ادرجناها توا في شهادات الملكيه العقاريه، ادرجناها في شهادات السجل التجاري، في الشهائد العلميه المدرسيه والجامعيه، في جواز التلقيح وشهاده التلقيح، وتوا في مرحله تعميم الاثبات الرقمي على جميع الوثائق الاداريه. وهذا باش يسمح لنا من حاجتين، ان نعطيه الوثيقه على الخط بحكم انها هي فيها الاثباتات اللازمه الكل، وزاد ما عادش نطلب من المواطن باش يقوم بنسخه مطابقه للاصل، خاطر النسخه العاديه الوثيقه اللي فيها ختم مرئي النسخه العاديه تكون محميه وكافيه. دونك هذه هي الاليات البديله اللي باش تخلينا نحيو النسخه المطابقه للاصل ونحيو التعريف بالامضاء. فمشروع تقدمنا فيه هو فضاء المواطن لسباس سيتويان، هو عبارة عن شباك موحد لتوفير جملة من الخدمات الإدارية على الخط باش نحاولوا نجمعوها في فضاء مواطن. ومؤخرا في هذا المحور احنا تمينا وأنجزنا جملة من المنصات، نذكر على سبيل المثال منصة الإبلاغ الإلكتروني على المشاكل اللي يلاقيها المواطن في محيطه التكنولوجي والمادي اسمها eblag.in، منصة الاستشارة الإلكترونية اللي تعرفوها الناس الكل اللي مكنتنا من تجميع آراء الناس في مختلف المواضيع بطريقة إلكترونية.
الإلكترونية. منصة توفير بيانات حول التلوث الكهرومغناطيسي، هذه أعدتها الآنف الوكالة الوطنية للترددات، وهي منصة تسمح للمواطن باش يعرف أن المحيط اللي يعيش فيه هو محيط سليم من التلوث الكهرومغناطيسي. نجم نذكر زادا إيفاكس، منصة سمحت لنا باش الرقم وعملية التلقيح دبو تنبو من أخذ الموعد حتى الجرعة الأولى الجرعة الثانية حتى التسليم جواز التلقيح على الخط. المحور الخامس اللي هو مهم جدا هو مجال اختصاصي، الأمن السيبرني. الأمن السيبرني فيه جملة من الإجراءات والتدابير باش نأمنوا الفضاء السيبرني الوطني بمشاريع تعنى بالأساس تطوير الاستباقية، التوقي من الهجمات والحوادث السيبرنية، إجراءات التفطن السريع للحوادث والهجمات، إجراءات الاستعجالية والتعافي السريع إثر الهجمات والحوادث السيبرنية، وهذه بما يعبر عنه بالبزنس كونتينيتي بلان وديزاستر ريكوفري بلان، وتحسين إجراءات التحقيق الرقمي في ظل في حين حدوث منها جرائم إلكترونية. وهذا يخلينا نستخلص دروس ونحسن الإجراءات ونحسن التدابير باش نضمن سلامة الفضاء السيبرني الوطني. المجال المحور السادس هو استغلال البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير طرق عمل المراصد القطاعية وربطها، وهي بالأساس هنا الهدف هو شنو؟ ضمان الاستباقية، المساعدة على أخذ القرار بمن إعطاء دي داشبورد من لوحات قيادة لأصحاب القرار، التخطيط وبالاعتماد على البيانات، وهذا ما يعبر عنه بالداتا دريفن جوفرمنت، الحكومة معناها القيادة المبنية على البيانات، القيادة الحكومية وسير الإدارة المبني على البيانات. المحور السابع هو تطوير الكفاءات في مجال الرقمنة، باعتبار أن قطاع الرقمنة وقطاع التكنولوجيا عنده قدرة تشغيلية عالية. توا احنا من أهم المشاريع اللي عنا توا مع وزارة التشغيل إعادة تأهيل الشباب العاطلين للعمل للمهن الرقمية. انطلقنا في مشروع في المرحلة النموذجية متاعو باش يكون فما 100 منتفع من هذا البرنامج، ووتيرة المشروع هذا باش تكون بسرعة 1000 منتفع سنويا، معناها إعادة تأهيل عاطلين العمل للمهن الرقمية. والمجال الأخير اللي هو مهم تطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة، وإحنا هوني بالأساس نشتغل على تطوير طاقة استيعاب الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المشاريع وتنويع الخدمات المسداة لأصحاب المشاريع والباعثين الشبان. نشكركم على الانتباه. دونك المرة الكلمة إلى السيد وزيرة الأسرة للاستثمار في الرأس المال البشري المحور الموالي. شكرا. صباح الخير جميعا. مداخلتي ستكون موجزة جدا، سأتوقف فيها فقط أو سأقتصر على المقاربة الإصلاحية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فيما يتصل بمسألة الاستقرار الاقتصادي، وسأغض الطرف إلى مناسبات أخرى فيما يخص المقاربة التشريعية والتوعوية والتثقيفية. بالنسبة إلى هذه المقاربة، هي في الحقيقة تقوم على أهداف، هي بدورها قيم ومبادئ. من هذه القيم مبدأ أساسي، مبدأ التمكين الاقتصادي رقم واحد، أيضا تكافؤ الفرص. نعمل في مقاربتنا الإصلاحية للاستقرار الاقتصادي للأسرة التونسية على مسألة على مسألة تكافؤ الفرص، وأيضا مفهوم الإدماج بغاية الاندماج الاجتماعي. ماذا وضعنا لمقاربة وتجسيد هذه الأهداف؟ في الحقيقة أريد أن أمر مباشرة إلى برنامج رائدات الذي تم إطلاقه يوم 8 مارس الأخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. إلى حد الآن ما تم إنجازه هو أننا تلقينا 2000 مشروع نسائي. نقطة ثانية هو أنه تمت المصادقة على أحداث وحدة تصرف حسب الأهداف. نقطة أخرى هو أننا في بداية شهر جويلية سيتم الإعلان عن المنصة الرقمية التي بدأنا في تسجيل المشاريع التي توصلنا إليها إلى حد الآن، مع التركيز في برنامج رائدات على المشاريع الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف أن نجعل المرأة
فاعلة في الاقتصاد التونسي ومساهمة بقوة في خلق الثروة وفي الترفيع من الطاقة التشغيلية. لهذا تم التركيز، سنركز أكثر على المشاريع الصغرى والمتوسطة، وستكون يعني سيتم لن نغلب المشاريع متناهية الصغر كما كان الشأن بالنسبة إلى النسخة الأولى من برنامج الاقتصادي لوزارة المرأة، برنامج رائدة. في نفس السياق أيضا، وهي نقطة مهمة، أريد أن أقول أن مناهضة العنف ضد المرأة أيضا نقاربها مقاربة مادية، مقاربة اقتصادية، وفي هذا الإطار تم إدراج خط تمويل لرائدات ذات الأولوية بهدف تمكين النساء ذات الوضعية الهشة من مشاريع تمكنها من الاستقلالية الاقتصادية ومن تحسين وضعها. أيضا لدينا منذ في يوم الجمعة الماضي تم إمضاء برنامج إدماج، وهو سيمكننا من تقديم خدمات التعهد والتأهيل المهني لألف امرأة على امتداد السنوات الثلاث القادمة 22-23-24. ومن أهم ما في هذا التعهد إلى جانب الأشكال الأساسية هو التعهد بتأهيل النساء ضحايا العنف مهنيا حتى يكتسبن شهادة وحتى يكتسبن اختصاص يؤهلهن من مواجهة الحياة بثقة واستقلالية. أيضا عندما أمسكنا الوزارة يعني وجدنا هناك فقط يعني مركزين لإيواء النساء المعنفات وأطفالهن. الآن العدد هو قرابة 4 مراكز، وخلال 3 الأشهر القادمة سوف يرتفع هذا الرقم إلى حدود 8 مراكز لإيواء النساء المعنفات دون أن يتم احتساب مراكز الإنصات. في نفس السياق وفي إطار الدعم الاقتصادي للأسرة التونسية، نشير أيضا إلى برنامج دعم أمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة. إلى حد الآن تم دعم 400 أسرة، 400 أم، وسوف نكثف ونضاعف من الاعتمادات في هذا البرنامج لارتباطه بالطفولة وبالتربية وبالتعليم وبالإنسان التونسي بشكل أساسي. أيضا من أجل دعم الأسرة التونسية اقتصاديا، الأسر المعوزة غير القادرة على تأمين التربية ما قبل المدرسية لأطفالها، رفعنا وأطلقنا برنامج الروضة العمومية. لدينا 32 روضة عمومية بدأنا في افتتاح رياض الأطفال هذه، وسوف ننتهي من القيام ببعث هذه الرياض من هنا إلى شهر سبتمبر القادم. إلى جانب ذلك تم الترفيع في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة إلى من 10,000 طفل مستفيد خلال سنة 2021، رفعنا بنسبة 50% ليصل إلى 15,000 طفل في خلال هذه السنة باعتمادات تقدر ب7 مليارات. هذه أهم التوجهات فيما يخص كيف نضمن الاستقرار الاقتصادي للمرأة التونسية، للأسرة التونسية. وإذا كانت هناك بعض الاستفسارات مرحبا بها. أحيل الكلمة إلى السيدة وزيرة الشؤون الثقافية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالسيدات والسادة الحضور. إذن بديهي أن الإنسان هو المحور الذي يدور حوله البرنامج الإصلاحي للحكومة بصفته رأس المال الأساسي، بصفته قيمة ثابتة وصانع للفكرة. وتتمثل المقاربة الثقافية في هذا المشروع في جانبين اثنين: أولاً بناء إنسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية الثرية بتنوعها وتعددها، إنسان قادر على الانفتاح على الآخر واستيعاب المتغيرات والتحولات التي قد تأتي بغتة، إنسان متسلح بالفكر النقدي والذوق الفني الرفيع.
من جهة ثانية أو من الجانب الثاني يتمثل في الثقافة كرافعة للاقتصاد، الثقافة من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية. فيما يتعلق بالجانب الأول أي البناء الثقافي للإنسان، تتمثل أهم الإجراءات التي تمت أو يجري تنفيذها في هذا الصدد: إحداث المجلس الأعلى للثقافة والتراث، وتتمثل مهمته في إعداد التصورات والبرامج الوطنية في مجالي الثقافة والتراث وفق مقاربة تشاركية جديدة دامجة تنطلق من القاعدة نحو قمة الهرم، أي من المحل نحو الجهوي وصولا إلى المركز على عكس ما كان يجري. إجراء آخر يتمثل في إرساء ثقافة الحوار من خلال البرنامج الوطني حوارات فكرية الذي انطلق منذ أول شهر مارس، وفتح كل المؤسسات والمنشآت الثقافية ليؤمها كل مواطن تونسي. التشجيع على الإبداع وإحداث فضاءات إبداعية مشتركة أبس كرياتيف في عدد من هذه المنشآت. تكريس اللامركزية الثقافية والعمل على هدف طموح نتمنى أن نحققه، وهو أن يكون لكل مواطن الحق في عرض فني مرة في الأسبوع، ولكل قرية فضاء عرض متعدد الوظائف في غضون عام 2025، حتى إن كان يستلزم ذلك اللجوء إلى الفضاءات المتنقلة المتحركة. أما فيما يتعلق بالجانب الثاني وهو الذي يعكس حقيقة أهمية رأس المال البشري في البرنامج الإصلاحي، فيتمثل في الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية. ونذكر من أهم ما يجري تنفيذه في هذا المجال إقرار سنة 2022 سنة الصناعات الثقافية والإبداعية، تثمين الصناعات المستوحاة من الموروث التراثي الثقافي، خاصة وأنها صناعات تعتمد مواد أولية نظيفة صديقة للبيئة، تشجيع الاقتصاد الثقافي الرقمي أساساً في مجالات الفنون والتعريف بالتراث والكتاب والسينما والألعاب جيمينج. ويحتضن هذا الفضاء مدينة الثقافة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والإبداعي الرقمي. ومهمة هذا المركز تتمثل أساساً في احتضان الشركات الناشئة لستارتاب ومرافقتها، وقد بلغ عدد هذه الشركات من عام 2019 إلى الآن قرابة 33 شركة. واستفادت من أنشطة المركز أربع جهات وهي سوسة وتتوين وجربة وقبلي. كما تم خلال عامي 2021 و2022 التركيز على تنظيم عدد هام من الفعاليات والورش، من بينها سينما فيخ، بصمات إبداعية، وجهات مبتكرة، جربة وجهة مبتكرة، جيم ديزاين وركشوب. ولتشجيع هذا القطاع تم إقرار عدد من الإجراءات بهدف خلق مناخ أعمال جديد وإطار قانوني محفز ومشجع على الاستثمار في الثقافة. ويجري العمل على تبسيط إجراءات بعث المشاريع وتقليص عدد من التراخيص، خاصة في مجال تصوير الأفلام والأعمال الدرامية الأجنبية في تونس ورقمنتها، بهدف جعل تونس وجهة عالمية لتصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية. وضع دليل للمستثمر في القطاع الثقافي. إجراء آخر يتمثل في وضع حوافز جديدة مشجعة للشبان لبعث مشاريع جديدة في القطاعات الرقمية والمتجددة من خلال آلية صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. وأخيرا سأكتفي بذلك، تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تثمين التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي. وتم أخيرا التعاقد مع أحد الخواص من رجال الأعمال لاستغلال معلم الكراكة الأثري بحلق الويل.
شكرا لكم. أحيل الكلمة إلى السيد وزير الصحة. شكرا. أنا باش نبدأ الكلمة تاعي باش نقول بسم الله والحمد لله. الحمد لله اللي نجموا نجتمعوا اليوم مع بعضنا حضوريا بعد سنتين من جائحة كوفيد اللي على الصعيد العالمي وعلى صعيد تونس كانت مرورها عنده برشا تداعيات. لكن الحمد لله في تونس نجم نقولوا أن نجحنا نجحت تونس في التصدي لجائحة كوفيد، ولنا أن نفتخر بذلك، لكل تونسي وتونسية أن يفتخر بذلك. نجحنا علاش؟ بتضامننا مع بعضنا، بالعمل مع بعضنا، كافة هياكل الدولة، النسيج الجمعياتي، المجتمع المدني، الإعلاميين، تحية إكبار وإجلال اللي كما تتفكروا منذ اليوم الأول للتلقيح المكثف 8 أوت 2021 كانوا الإعلاميين ما نقولش إلى جانبنا واقفين لمجابهة كوفيد للتصدي ولإنجاح النجاح هذا المعجزة التونسية في التصدي لكوفيد. تتفكروا جوان 2021 جويليا 2021 أوت 2021 عدد الوفيات 300 وفاة في النهار 250. الحمد لله بفضل التونسي والتونسية تمكننا باش نقاوم ونمر الأزمة هذه. النجاح هذايا نجمو نعاودوه في كل المجالات في تونس، والتونسي والتونسية ينجموا ينجحوا في جل الميادين. تتفكروا كي بدينا الأيامات الثلاثة الأولى، خاطر العالم الكل يشهد به، أكثر من 50,000 تلقيح في الساعة، ما تعاملتش في حتى بلاد أخرى. تراجعت الوفيات، هب التونسيون إلى التلقيح بفضل الوعي نتاعهم. ونعاود الإعلاميين يسألوني الأكثرية شنو سر النجاح. من أسرار النجاح هو وقفة الإعلاميين وكيفاش يعيطوا للمواطنين، كيفاش يحثوهم على الوقاية ولبس الكمامة. دونك عمر ما ننساه. وكذلك تحية إكبار وإجلال لكل مهني الصحة في كافة القطاعات. التونسي كيحب تعرفوا كيحب حاجة يخلط لها والحمد لله. تتفكروا مثلا أول مرسوم تعمل هو مرسوم جواز التلقيح في تونس اللي تم الاعتراف به دوليا، معناتها إشعاع تونس راهو خارج حدود الوطن. والحمد لله تمكننا من تلقيح أكثر من ثلاثة أرباع، معناتها أكثر من 75% من الفئات المستهدفة بالتلقيح. لكن نجحنا في مجابهة والتصدي لجائحة كوفيد، نجم ننجح في حاجات أخرى، لكن تنتظر فينا إصلاحات أخرى. باش نحكي كان على مجال الصحة، وكوفيد عطانا برشا دروس مستقات ولا مستفادة على الصعيد العالمي على الصعيد الوطني. الهدف نتاعنا في الإصلاحات الكبرى في مجال الصحة هو تثمين رأس المال البشري. معناتها رأس المال نتاعنا هو التونسي والتونسية، صحة البدن. دونك نعملوا على أن تكون صحة المواطن سليمة. الإصلاحات الكبرى تتمثل في إرساء منظومة صحية شاملة تضمن الحق في الصحة لكل تونسي وتونسية. تعرفوا اللي شارعنا في ضبط وكتابة استراتيجية الوطنية للصحة، كان آخر لقاء
أول لقاء يوم 26 مارس 2022 الاستراتيجية التي تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات الصحية وجودتها، تعزيز التدخل الاستعجالي، طبيعة الحال رقمنة المنظومة الصحية وتعزيز الطب عن بعد. المحور الثاني، نعمل على تكريس ثقافة الوقاية لدى المواطن. شرعنا منذ مدة في مقاومة الأمراض المزمنة الغير معقولة وكذلك الأمراض السارية، وخصوصا بتطوير الخطوط الأمامية. من الدروس المستقاة كما تعرفوا من كوفيد هو أنه يجب تعزيز قدراتنا على التصدي للأمراض المستجدة والطوارئ الصحية. من أهداف متاع الإصلاحات الكبرى هو تموقع تونس كقطب صحي إقليمي، وكذلك تطوير الصناعات الصيدلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، تحقيق الأمن الدوائي الوطني، وكذلك لاكتساح الأسواق الخارجية. لكن كما يقول المثل، العقل السليم في الجسم السليم، تثمين العنصر البشري الصحة، لكن يلزم التعليم والتكوين. على هذاك نعدي الكلمة للسيد وزير التربية. عسلامة، مرحبا بكم الكل، سعيد جدا بوجودي معكم لبسط الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارة التربية في ظل هذه الحكومة. اسمحوا لي في البداية أن أقول أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول مجموعة من الأهداف، والهدف الأول هو بسيط جدا، هو الهدف الرابع للتنمية المستدامة، وهو ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع من خلال منظومة تربوية، منظومة مدرسية تكرس تكافؤ الفرص وتستجيب للتطلعات، تطلعات هنا جميعا كتونسيين وكوزارة التربية نساهم في تكوين خريج تتمحور حوله مجموعة من الكفاءات، خريج متجذر في شخصيته ومتمسك بهويته، خريج منفتح على الآخر ومتسامح، خريج متشبع بالقيم الإنسانية، قيم الديمقراطية، قيم حقوق الإنسان وقيم المواطنة بصفة عامة. كذلك يجب أن تتوفر لدى هذا الخريج مجموعة من الكفاءات التي لم تعد مدرستنا العمومية خاصة توفرها لخريجينا. هذه الكفاءات تتمحور أساسا حول المبادرة، حول الابتكار، حول اللغات، يجب أن يحسن اللغات ويجب أن يقدر على العمل في فريق. بالطبيعة مجمل هذه الأهداف السامية لوزارة بحجم وزارة التربية لا يمكن أن تتكون إلا من خلال برنامج إصلاحي بدأناه مع شريكنا الاجتماعي وعلى مستوى التعليم الابتدائي، وانطلقنا فيه أخيرا على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي. ويتمحور هذا البرنامج الإصلاحي أو في تطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية، وهذا ما قادنا إلى ضرورة مراجعة الزمن المدرسي بإدراج مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية في هذا الزمن المدرسي، وبالتالي إدماج الحياة المدرسية في الزمن المدرسي. ولا يمكن القيام بهذا إلا متى توفرت لنا فضاءات لتعاطي مجمل هذه النشاطات. لذلك من أهدافنا توفير فضاءات تستجيب لضرورة تعاطي هذه النشاطات الرياضية والثقافية والعلمية داخل مختلف مؤسساتنا.
وطبعا هذا ينجر عنه ضرورة تكوين مكونين لم يتعودوا بطرق جديدة للتعليم، وبالتالي عندنا برنامج كامل على مستوى تكوين المكونين. أما الهدف الثالث فهو ضرورة مراجعة الخارطة المدرسية وضرورة تحسين البنية الأساسية في مدارسنا. لا يخفى عليكم اليوم أن لدينا 32 مدرسة فيها أقل من 15 تلميذ، لدينا 539 مدرسة فيها أقل من 50 تلميذ، وعندما تكون مدارسنا بهذا الحجم لا يمكن أن نضمن بأي شكل من الأشكال الجودة في تكوين أبنائنا. لذلك لابد من مراجعة هذه الخارطة المدرسية رغم الضغوط الاجتماعية، الضغوطات الاجتماعية التي تحوم حول هذه المسألة. أما هدفنا الرابع فهو التصدي لظاهرة تنخر مؤسساتنا التربوية ومنظمتنا التربوية، وهي ظاهرة الانقطاع المدرسي ومجمل الظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر. كما تعلمون اليوم مخاطر عديدة تتهدد أبنائنا داخل المدارس وخاصة حول المدارس وخارج المدارس، وهذا يتطلب وضع خطة لمقاومة هذه الظواهر التي تمثل خطرا كبيرا على شبابنا وتؤدي إلى نتائج يمكن أن تكون وخيمة على مستوى بلادنا. أما الهدف الخامس الذي نرنو إلى مزيد تعميقه فهو بدون شك تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية، ولا بد من التأكيد هنا أننا خطونا منذ سنوات خطوات عملاقة في اتجاه تعميم هذه التجربة رقمنة بلغت أشواطا متقدمة، لكننا نطمح إلى المزيد لأن قناعتنا راسخة أن لا مجال ولا وجود لأي إمكانية لتطوير المنظومة التربوية بدون رقمنة شاملة لإضفاء مزيدا من الشفافية، لإضفاء مزيدا من الجودة على هذه المنظومة التربوية التي كما تعلمون جميعا تشكو عديد الهنات، ولا بد لنا أن نضع اليد في اليد للنهوض بالمدرسة العمومية التي لها علينا جميعا أفضال كبيرة. شكرا لكم، ونتمنى النجاح في تحقيق هذه الأهداف. شكرا. الحقيقة يسعدني أن أتدخل في المحور هذا على خطر رأس المال اللي عندنا في تونس هو الرأس المال البشري. في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنا عديد الأهداف اللي الحقيقة نطمح إلى تحقيقها، لكن سأكتفي بهدفين أساسيين. الهدف الأول الحقيقة هو وشغلنا الشاغل هو دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، والهدف هذايا نشاركوا فيه كذلك مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. والمنظومة تاعنا كما تعرفوا هي ثلاثية الأبعاد، عندنا التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ونحاول بطبيعة الحال مد الجسور بين هالمكونات الثلاثة هذه. باش نوصلوا الهدف هذايا الحقيقة نعمل جاهدين على ملائمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل. وفي الجانب هذايا أحداث ودعم مسالك التكوين اللي تتميز بتشغيلية عالية، يعني اللي المسالك ما تستجيبش للمعيار هذايا الحقيقة ما هوش باش نسمحوا بالبعث نتاعها في الوقت الحاضر، خاطر هذاك هو الهدف الأساسي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كيف عملت تجربة نموذجية ورائدة، هي تتمثل في بعث الإجازات ذات البناء المشترك. البناء المشترك يعني بين الجامعيين والمهنيين، يعني مع بعضهم
صياغة البرامج وحتى في التدريس وكذلك في التأطير. ونجحت التجربة هذه، هذاك علاش بالنسبة للسنة الجامعية الحالية وقع إحداث 6 إجازات بناء مشترك جديد بالتعاون مع كندا. النقطة الثانية اللي نختم عليها الحقيقة هو تغيير العقليات لدى الطالب التونسي، وذلك عبر نشر الثقافة أو عفوا ثقافة المبادرة والريادة لدى الطالب. إيش معناها؟ معناتها نحبوا الطالب في تونس يحلم، يعود عنده فكرة مشروع في مخه، نوفروا له احنا المناخ الملائم، والوزارة وفرت هدايا عن طريق اولا صفة الطالب المبادر يعني لو ستاتيو ديتوديون، وكذلك اقطاب الطالب المبادر باش بطبيعة الحال يرافقوا الطالب هدايا لين يحقق الحلم نتاعو. كيف كيف عندنا في نفس السياق 176 مركز المهن وإشهاد الكفاءات موزع على كامل تراب الجمهورية في المؤسسات الجامعية الكل والجامعات. وفي الفترة في العامين اللي تعداوا الوزارة خصصت 14 مليون دينار لإعادة الهيكلة نتاعها. الخلاصة في المحور هذايا هو أنه نحبوا الطالب يكون باعث مشروع ماهوش مجرد طالب شغل، وهذايا ممكن. علاش؟ على خاطر نشوفوا الطلبة نتاعنا وقت يخرجوا للخارج يبدعوا، نحبوهم يبدعوا في بلادنا. التعليم العالي والبحث العلمي، هذا يخليني باش نحكي على المحور الثاني طبيعة الحال هو البحث العلمي. هونية كيف كيف البحث العلمي هو مجال واسع جدا، لكن التركيز الحالي هو على البحث التنموي والابتكار. التنموي معناتها ريشيرش ديفلوبمون، خدمة للتنمية والاقتصاد نتاع بلادنا، وذلك عبر تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ودعم الشراكة بين هياكل البحث ومؤسسات بطبيعة الحال الاقتصادية والاجتماعية. النقطة الثانية اللي نعمل عليها هي تطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية بطبيعة الحال مع الوزارات اللي تشاركنا في الإشراف عليها، وذلك عبر تحديد التوجهات الاستراتيجية العلمية خدمة للتنمية في البلاد، والتوجيه نتاعها باش يكون للأولويات الوطنية اللي تعرفوها، أهمها بطبيعة الحال هو نأمنوا الغذاء نتاعنا، الطاقة، الماء، الصحة، البيئة بطبيعة الحال إلى آخره. والنقطة الأخيرة، لنا من الكفاءات ومن الذكاء اللي خولنا باش تونس تتموقع على النطاق الدولي ويكون لها إشعاع. باش نكتفي بذكر زوز إنجازات معناتها في الأشهر اللي فاتوا. أصبحت تونس في شهر نوفمبر 2021 أول دولة إفريقية وعربية تدخل ضمن الفضاء الأوروبي للبحث والابتكار. هو فضاء مغلق، لكن هذا بطبيعة الحال نظرا للكفاءات اللي عندنا والنتائج الممتازة. الإنجاز الثاني هو في 29 مارس 2022 أمضينا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، أصبحت بمقتضاه تونس دولة لها كامل العضوية في البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والابتكار أفق أوروبا. البرنامج هذا يمتد ل 2027 وهو أضخم برنامج على الإطلاق في العالم عبر التاريخ. باش نعطيكم رقم، التمويل هو في حدود 95.5 مليار يورو. سيد وزير المالية تنجم تقول لنا قداش يساوي من سنة ميزانية تونس. بطبيعة الحال باش نوصل لها النتائج هذه كلها العمل على إرساء ثقافة الجودة، وكذلك الجودة تجي بالتقييم، ونحط قدامنا الابتكار. هذاك علاش
في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش نقدم مشروع لأحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي طبعا الحال حسب المعايير الدولية. وكما تعرفوا باش نختم، التعليم هو حق لكل تونسي وتونسية، وفي هذا المجال طبعا الحال وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور هام جدا بطبيعة الحال لمرافقة الفئات اللي عندها صعوبات بطبيعة الحال باش تاخذ حقها. هذاك علاش باش نحيل الكلمة لزميلي وزير الشؤون الاجتماعية. صحيح الوضع الاقتصادي صعيب وحرج، ولكن مش بالدرجة اللي سوقوا فيها، لأن الحلول ممكنة وموجودة، وإن شاء الله سترى النور في القريب العاجل، ومنهم من بدينا فيهم. على كل حب نطمن الناس وأنه رانا نشتغل ليلا ونهارا على تجاوز هذه الصعوبات. كذلك تبنت الحكومة وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهجا إصلاحيا شاملا يقوم على دعم الحماية الاجتماعية بالأساس لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبر وتعزيز قدراتها على الاندماج والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. فيما يخص البرنامج الكبير في وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الاجتماعي، وصلنا في إرساء قاعدة بيانات لحوالي 1,000,000 عائلة تونسية، وتم في ذلك إسناد معرف اجتماعي وحيد لكل أفرادها، ووقع اعتماد قاعدة بيانات الأمان الاجتماعي في إسناد مختلف برامج المنح المالية والمساعدات الاجتماعية وتخصيص اعتمادات بميزانية الوزارة لسنة 2022 بقيمة 840,000,000 دينار للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، منها 687,000,000 دينار بعنوان تحويلات مالية شهرية للعائلات المعوزة. قمنا أيضا بالترفيع في قيمة المساعدات المالية الشهرية من 180 دينار إلى 200 دينار شهريا خلال سنة 2022، وكذلك رفعنا في نسب وفي عدد المنتفعين بهذا البرنامج من 270,000 74 أو 75,000 إلى 310,000 عائلة، يعني بزيادة فوق 40,000 عائلة. إن شاء الله من هنا الآخر 2022 ستتمتع بال 180 دينار وال 200 دينار. نعرف في الظرف هذايا أنه 180 والميتين دينار هذه باقي شوي وما هيش حل، فذلك مشينا في دعم برنامج التمكين الاقتصادي اللي من خلاله أسندنا وما زلنا نسند لهذه العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل عبر هذا البرنامج منح تصل إلى 50,000 دينار، وذلك من أجل خلق الثروة وليس التعويل فقط على مجهود الدولة ولكن على أنفسهم، واللي بش يسمح لهم أنهم زادة بش يخلقوا مواطن شغل لهم. اعتمدنا منهجية جديدة في إدراج العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، وتضمن شفافية وترتكز على أموذج التنقيط،
وعلى مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد. قمنا برقمنة خدمات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة وإحداث سند علاج إلكتروني موحد أمان، وسيتم توزيع حوالي 500,000 بطاقة على كامل الجهات قبل موفى سنة 2022. وكذلك أحدثنا مولود جديد وهو مهم جدا، هو المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، وهو إصلاح مؤسساتي هام، وسيتولى ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وأحكام التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بغاية الحد من الهشاشة الاجتماعية. متعنا كذلك حوالي 129,000 طفل لم يتجاوز 6 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بمنحة مالية بقيمة 30 دينار شهريا عن كل طفل في الكفالة ودون سقف، وسيتم تعميم هذه المنحة على أبناء العائلات المعوزة إلى حدود 18 سنة لكل الأبناء ليبلغ العدد حوالي 150,000 طفل. وسنعمل على تمكين أبناء العائلات محدودة الدخل من منحة شهرية أيضا ليبلغ العدد إلى 500,000 طفل إن شاء الله في من هنا الموفى سنة 2022. كذلك كما سبق وذكرت في برنامج التمكين الاقتصادي، عملنا على دعم الإدماج الاقتصادي للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، الخط التمويل هذا لتوفير موارد رزق فيه 8 مليون دينار إلى غاية الآن، إن شاء الله نخلط الرفع في المبلغ هذا. في مجال مهم وهو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، قمنا بإعادة هيكلة برنامج النهوض لذوي الإعاقة وفقا لتصور يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم ويضمن حقوقهم، ونعمل على إحداث المركز الوطني للتربية المختصة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك من خلال برامج مهمة قمنا بتفعيل استراتيجية الوطنية للإدماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لإعادة إدماجهم في الحياة المهنية والشغلية قمنا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي وتخصيص 2% من مواطن الشغل في القطاع العام والخاص تسند حصريا للأشخاص ذوي الإعاقة. كما نعرفوا وذكرنا رقم قبل في العديد من المناسبات، رقم مخيف مع الأسف، أنه في تونس وصل عنا 2 مليون أمي. في باب هذا محو الأمية وتعليم الكبار، نعمل بجد على إصلاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار من خلال مقاربة ترتكز على التعلم مدى الحياة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية، وذلك نحو إحداث مركز وطني للتعلم مدى الحياة. ختاما، أظن أني أطلت شوية، ولكن حب نقول أنه بعد الإصلاحات هذه، وأؤكد أيضا أني لن تشمل هذه الإصلاحات ولن تكون على حساب ضعفاء الحال والفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة، ستكون هناك إجراءات مرافقة، و
دعم اجتماعي يعني لا داعي للقلق. إن شاء الله ربي وفقنا الناس الكل. نحب نأكد رأي الإصلاحات هذه كانت ضرورة، منها لإيقاف النزيف اللي كان موجود في البلاد وما خربته المنظومات السابقة. إن شاء الله متفائلين ومع بعضنا سنبني تونس الجديدة، تونس اللي نحبوها واللي نحبوا يكبروا فيها أولادنا وصغارنا مع بعضنا إن شاء الله. وشكرا. وقبل ما نمشي أحيل الكلمة للسيدة وزيرة البيئة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم جميعا. تندرج الإصلاحات البيئية في نطاق إجراءات المرافقة للاستقرار الاقتصادي والمالي، لأن البيئة مجال أفقي يشمل كل القطاعات، وتتمحور هذه الإصلاحات في مجال البيئة حول 5 محاور أساسية وهي الآتية: أولاً، تحسين الإطار الحياتي للمواطن في مجال الحفاظ على الجمالية الحضرية وجودة الحياة بالوسط الحضري والوقاية والحد من التلوث الصناعي ودعم مجال المراقبة البيئية في إطار تحقيق الحق في البيئة وفي تنمية مستدامة بما فيهم الاقتصاد، التشجيع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. ثانياً، تطوير وتوسيع وتحسين خدمات التطهير من خلال تعميم خدمات التطهير وتدعيم طاقة معالجة المياه المستعملة وتحسين نوعية المياه المعالجة، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام في هذا الميدان. ثالثاً، إعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة من خلال تهيئة وتأهيل المصبات المراقبة التي هي في طور الاستغلال ومواصلة أشغال مراكز التحويل لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات، ومواصلة البرنامج السنوي لغلق واستصلاح المصبات العشوائية والتوجه نحو إرساء وحدات معالجة وتثمين النفايات، والعمل على إعادة تشغيل منظومة التصرف في النفايات الصناعية والخاصة. رابعاً، حماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي ورصد ومتابعة المنظومات البيئية الساحلية وإحداث المحميات البحرية والساحلية اللي تبارك الله تونس ثرية بها. وخامساً، وهذا الميدان يضم الميادين الأخرى الكل، النهوض بحوكمة القطاع البيئي بصفة سليمة. وأحيل الآن الكلمة لسيد وزير تكنولوجيات الاتصال ليلخص مخرجات الاستشارة الإلكترونية. شكرا سيدة الوزيرة. دونك التدخل نتاعي توا باش يكون حول معناها التناغم ما بين الإصلاحات المعروضة اليوم والمخرجات نتاع الاستشارة الوطنية. نذكر الاستشارة الوطنية كانت فرصة لجميع المواطنين بالداخل وبالخارج لإبداء رأيهم في مواضيع مختلفة، هي المواضيع اللي كانت تتمحور عليها الإصلاحات اللي تفضل أعضاء الحكومة وتقديمها اليوم. احنا قمنا في 31 مارس بتقديم التقرير الأولي، والتقرير النهائي هو جاهز سوف ينشر في الأيام القليلة القادمة. المعطيات المجمعة في استشارة تم تحليلها بطريقة كمية وكيفية ونوعية،
نذكر بعض الأرقام، شارك في الاستشارة 535 ألف مواطن، وقمنا بتحليل 260 ألف مساحة تعبير الحر. دونك الاستشارة الوطنية كانت فيها مساحات تعبير الحر، وكانت فيها أسئلة معناها مغلقة، فيها إجابات مختلفة. دونك وقع معناها تحليل هذه المعطيات باستعمال تقنيات ومعناها وآليات لتحليل البيانات الضخمة وآليات الذكاء الاصطناعي. التقنية المستعملة هي بالأساس تقنية تحليل البيانات النصية أو بما يعبر عنه بالتكست مايننج، تقنية معالجة اللغة الطبيعية أو بما يعبر عنه بالناتشرال لانجويج بروسيسنج، واستعمال برمجيات وآليات خاصة كالبرمجية AR لتحليل البيانات الضخمة ولكل ما يخص عمليات الإحصاء. أنتج هذا التحليل المبني على الأنظمة الذكاء الاصطناعي جملة من الرسوم البيانية كما تشوفوا فيها توا. هي فما أربع أنواع متاع رسوم، الرسوم المدرجة في الوثيقة اللي تروا فيها قدامكم هما سحابة الكلمات الورد كلاود وشبكات الكلمات النتورك كلاود. الرسوم هذه تجسد الكلمات والمفردات الأكثر تكرارا وتواترا في النص ولا في مقترحات المواطنين المشاركين في الاستشارة. هذه المقترحات هي شغل المواطنين، وهي طلبات وانتظارات المواطنين، وكان منها تلاحظوا اللي هي الكل موجودة في الإصلاحات المقترحة متاع الحكومة. كما قلت دونك في الأخير التقرير النهائي هو جاهز وسوف ينشر في الأيام القليلة القادمة. وهذه الرسوم تجمو تشوفوها فيها الكلمات والتعابير والحاجات اللي معناها ركزوا عليها المواطنين، هي أكثر تواتر وتكرار في المقترحات وفي المساحات اللي فيها المواطنين عبروا عن آرائهم وعن تطلعاتهم. وشكرا على انتباه. شكرا. شكرا للانتباه والمعذرة إذا طولنا شوية، السبق والصحافة لم تعلينا شوية يكون كومونيك باسي. اليوم بوتيتر خذينا وقتنا بور كومونيك ان بو بلوس كو سكي تي بريفو، مي فيو لامبورتونس ان شاء الله فو نو باردوني سلا. كما شفنا مع بعضنا الاصلاحات هي في مقاربه شموليه للمسار الاصلاحي متعدده الابعاد. اليوم احنا ما عندناش الخيار، يجب ان نمضي قدما في الاصلاحات في كل ابعادها بكل مكوناتها. هذه الاصلاحات ترتكز على رؤية تونس 2035. وصلنا إلى صيغة أولى موجودة الآن في الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، وهناك تفاعل مع الإخوان بتونس لتثريت هذه الرؤية، وسيتم عرضها عن قريب لمناقشتها لصيغة ثانية في مجلس الوزراء. الرؤية تؤطر لعمل المخطط التنموي. نعرف تونس عندها تقاليد في هذا المجال، استرجعنا هذه التقاليد في الفترة الأخيرة. المخطط يكون 23-25 كي نحترم الرزمانة التقليدية اللي هي رزمانة 5 سنوات. المخطط في مراحل متقدمة، تقريبا كل الأجزاء القطاع الجهوية المخطط القطاعية جاهزة، ونحن بصدد تأليف القطاع المخططات القطاعية. الهدف هو كون يكون عندنا صيغة أولى في إن شاء الله شهر جويلية للمناقشة مع كل الوزارات ومع مجلس الوزراء، بينما الرؤية الهدف كون صيغة ثانية تكون في نهاية شهر جوان. الإجراءات الاقتصادية العاجلة طبعا تكون محل متابعة دورية. العشية عندنا اجتماع في مجلس الوزراء مخصص لهذا الموضوع، نمر في المراحل القادمة إلى تعميق البرنامج استقرار الاقتصادي والمالي وتوسيعه إلى مختلف الإصلاحات الهيكلية. هي إصلاحات اليوم ضرورية، ما عندناش خيار، يجب أن تكون بشكل متزامن، يجب أن تكون عميقة. مثل ما قال السيد وزير الشؤون الاجتماعية، هذه الحكومة تشتغل صباحا مساء، تشتغل يوم السبت ويوم الأحد، وهذا واجب علينا لأن الظرف دقيق. التفاؤل إن شاء الله يكون تفاؤل مبني على العمل ولا شيء غير العمل، لأنه هذا هو السبيل الوحيد كي لا نترك لأبنائنا مديونية كبيرة غير قادرين على سدادها، بل بالعكس يجب أن نخلق لهم البيئة المناسبة كي يتمكنوا من البقاء وتطوير مجتمعاتهم، المجتمع التونسي في بلدانهم. نحن بأشد الحاجة إلى نمو اقتصادي لخلق ثروة عادل بين الأفراد وبين الجهات.